يبدو أن معركة الاتهامات لن تنتهي عادل بين الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير. الأخير ظهر في مقابلة متحدثاً طبعاً باللغة العربية مكرراً اتهاماته لنجلة باستغلال الجمهور وكسب تعاطف ضده. الأب الغاضب من ابنه قلده في المقابلة محاولاً إظهار ما وصفه بادعاءات ابنه الكاذبة. نشاهد ما قاله إسماعيل عن ولده الشيف الشهير بوراك. يقعد قدام المحل ويبكي ليش هذا يعني عمله ايه عملها ما عمل عمل فيديو هيك هلا انا بقول لك يا اخي بدي اصور فيديو قدام الشلال انا زعلان وانا شيء براك ظلمني وبراك هذا يا اخي هذا العالم بدي يقوله يا اخي ايش براك هذا براك ظالم هذا ما زال السجال بينهما طبعا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.